وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. محمود، حدثني عن المساعدات، هل وصلت مساعدات جديدة اليوم؟ ماذا عن حملة الجنسيات المختلفة؟ هل هناك مزيد تم إدخالهم اليوم؟ تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين. هي جهود مصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لكن فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية نتحدث عن أنه اليوم السبت هو إجازة رسمية بالنسبة للمنفذين الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، منفذ كرم أبو سالم أو العوجة، فبالتالي لا يكون هناك دخول شاحنات في هذا اليوم، لكن هناك عدد من الشاحنات التي وصلت إلى الجانب الفلسطيني، وهذه الشاحنات ربما بعد انتهاء إجراءات التفتيش التي انتهت بالأمس، نتحدث عن 80 شاحنة وصلوا بالفعل إلى الجانب الفلسطيني، ولكن هذه الشاحنات من الشاحنات المترصة أمام المعبرين هناك من الجانب الإسرائيلي بعد انتهاء عملية التفتيش، وهذا بالطبع ما يعوق وصول دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات. أيضا على الجانب الآخر فيما يتعلق ببوابة معبر رفح المصري، لازال عدد المصابين والجرحى يستقبلهم المعبر يوميا، نتحدث عن حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 20 مصاب تم وصولهم إلى معبر رفح، بالإضافة بالطبع إلى عدد من الجنسيات المزدوجة ورعايا الدول الأجنبية، وهنا يكون هناك بعض الممثلين لسفارات هؤلاء الرعايا لاستقبالهم طبعا وانتهاء الإجراءات، وسط تيسيرات تقدم لكل الوافدين من خلال معبر رفح المصري، ووجود بعض أيضا وسائل النقل الخاصة لغير رعايا الدول الأجنبية ممن يتجهون إلى أي وجهة داخل جمهورية مصر العربية. هذا على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بتجهيز المساعدات داخل مدينة العريش، وخاصة منذ الأمس وحتى اليوم نتابع حركة كبيرة في تجهيز المساعدات خاصة داخل المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري. بالأمس كنا نتابع وصول عدد من المساعدات من محافظة سوهاج، مدون عليها بعض أيضا العبارات الداعمة والعبارات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، وهنا لافتة جميلة تؤكد على دعم المصريين للأشقاء الفلسطينيين في إرسال المساعدات أيضا، وإرسال بعض الكلمات والجمل التي تدعمهم طبعا نفسيا من خلال هذه المساعدات، بالإضافة إلى كان هناك أيضا يعني تجهيز لبعض المساعدات السعودية التي وصلت بالطبع عبر القوافل المختلفة التي وصلت منذ أيام لميناء بورسعيد، بالإضافة بالطبع إلى اليوم كان هناك أيضا عدد من تجهيز الشاحنات، وهذا يدل على أن لم يتم التوقف عن تجهيز المساعدات داخل مركز الهلال الأحمر المصري، بل يتم تجهيز عدد آخر من الشاحنات الكبيرة التي تصطف في مدينة العريش، خاصة أنه بالأمس كان هناك عدد من الطائرات قد وصلت، نتحدث عن 5 طائرات، بالإضافة بالطبع إلى طائرة قطرية أخرى وصلت اليوم، وتحديدا منذ قليل نتحدث عن وصول طائرة قطرية على متنها 7 أطنان من المواد الغذائية، فبالتالي بيتم تفريغ هذه الطائرات من المواد المحملة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ثم بالطبع يعني تجهيز الشاحنات التي تنقل هذه المساعدات إلى معبر رفح، بالإضافة طبعا إلى المساعدات التي تصل إلى ميناء العريش أيضا، لأنه بالأمس كانت هناك طائرة فرنسية بها بعض المستلزمات الطبية التي ذهبت مباشرة إلى المستشفى العائم في السفينة الفرنسية التي كانت موجودة حتى صباح هذا اليوم في ميناء العريش، ولكن يعني في مساء اليوم غادرت هذه السفينة إلى فرنسا بعد انتهاء مهمتها في معالجة المصابين والجرحى، وتبقى السفينة الإيطالية هي السفينة المتواجدة في ميناء العريش حاليا لدعم أو تقديم الخدمة العلاجية للمصابين والجرحى، بجانب بالطبع المستشفيات المصرية التي تقدم كل الخدمات سواء الشيخ زوايد أو العريش أو بئر العبد، أو حتى وجود أيضا الوحدات السكنية لإيواء المرافقين والجرحى والعالقين الفلسطينيين بتقديم كل الخدمات. ودائما وأبدا ما تؤكد مصر من خلال محافظة شمال سيناء على استمرار كل هذه الخدمات للأشقاء الفلسطينيين والقدرة على استيعاب أكبر عدد من المصابين والجرحى، وهذا ما يعني تقدمه مصر منذ اللحظة الأولى دعما للأشقاء الفلسطينيين. فنتحدث عن بالفعل محمود جميل، كنت معنا مراسل التلفزيون المصري من العريش، شكرا جزيلا لك.